الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجميع الفرج. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الأيام المباركة في هذه السلسلة الجديدة، ونحن بجوار إمامين همامين من أئمة أهل البيت عليهم السلام، حول تعريف زمرة ذكرهم القرآن الكريم. القرآن ذكر المتقين، ذكر الذين هم من الفالحين، ذكر الخاشعين، ولكن القرآن ذكر زمرة بتفصيل وذكر صفاتهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء المسمون باسم عباد الرحمن. حقيقة هذه الأوصاف الواردة في هذه الفئة في سورة الفرقان، هذه الأوصاف ملاك الإيمان، ملاك العبودية لله عز وجل. من رأى نفسه عبدا لله، من ادعى العبودية ولم ير في نفسه هذه الصفات، هذا ليس بعبد. إذن من أراد أن يرى قربه منزلته من الله عز وجل عليه أن يسجل هذه الصفات في ورقة، ثم يطبق نفسه على صفة صفة. إذا كان واجدا لكل الصفات فهو عبد الرحمن حقا، كان واجدا لنصف الصفات عبوديته بمقدار نصف، ومن لم تكن فيه الصفة أصلا هذا ليس من عباد الرحمن. إن شاء الله بفضل الله عز وجل وبمدد من الإمامين الكريمين نحاول في هذه الأيام أن نأتي على وصف عباد الرحمن. وقد تسألني لماذا اخترت هذا البحث؟ اختيارنا لهذا البحث في هذه العشرة المباركة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، نريد أن نخرج من شهر رمضان بفائدة ثابتة. الصيام ينتهي مع هلال العيد، الجوع والعطش والتعب هذا كله يذهب، ولكن ما الثابت في حياتنا؟ ما الذي حصلناه من هذا الصيام؟ الشاب في الجامعة ماذا يصنع؟ يأخذ شهادة التخرج. من درس في الجامعة عشرات السنين ولم يرجع بشهادة التخرج هذا لا وزن له، أبواه يعاتبانه كثيرا، يقول ذهبت الجامعة السنوات، أين شهادة تخرجك؟ شهادة التخرج في شهر رمضان المبارك شهادة عباد الرحمن. إن أعطيت هذه الشهادة فأنت الصائم حقا، وإلا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. إذن هذا البحث بحث مهم إخواني، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما قلناه آنفا. أولا وعباد الرحمن، لماذا لم تقل الآية وعباد الله؟ هذا الأنسب، لفظ الجلالة، أهم اسم لله عز وجل، ما ذكر أولا في البسملة، هذه السورة المتكررة في كل القرآن، هذه الآية المتكررة قبل كل سورة. إذن لفظ الجلالة، كلمة الله مقدمة على الرحمن الرحيم،
لماذا رب العالمين اختار كلمة الرحمن وعباد الرحمن؟ طبعا إخواني، مع اليوم بحثنا بحث قرآني، نتعمق في هذه الكلمة. إذا أردت أن تعلم بعض المعاني في القرآن الكريم، راجع الآيات السابقة لها. الرحمن فاسأل به خبيرا، هذه الآية سابقة لعباد الرحمن. والآية التي بعدها قالوا وما الرحمن. المشركون كانوا متحسسين من كلمة الرحمن، والآية تقول الرحمن فاسأل به خبيرا بعد ذكر خلقة السماوات والأرض، يعني بصفة الرحمة قام الوجود، بصفة الرحمة تشكلت الموجودات. المؤمن مظهر من مظاهر هذه الصفة الإلهية. الإنسان الذي لا رحمة له، الذي لا يرحم، من لا شفقة له، هذا بعيد عن مبدأ الفيض. باسم الرحمن، بهذه الصفة، انتشرت الرحمة في الوجود. إن أردت أن تتعرض لهذا الإشعاع المبارك، امتلك هذه الصفة. المؤمن من أهم صفاته أنه رحيم بالخلق. هناك بيت في لغة أخرى ترجمتها بالعربية يقول أنا للعالم عاشق حيث منه الكون أجمع. أنا أحب كل ما في الوجود. أنا عندما أرى وردة أخذها، أشمها، أقول هذه من الله عز وجل. أو تعلم أن بعض المؤمنين قبل أن يأكل فاكهة طعاما يتغزل بها، الآن بمعنى من معاني التغزل، يقطف ثمرة من الشجرة، لا يشتريها من السوق، ثمرة الأسواق لمستها الأيدي العاصية، ولكن هذه الثمرة لم يلمسها أحد، يقطفها يقول هذه الثمرة من الله مباشرة، لم تكن فكانت. يتعرض للمطر، عندما تنزل زخات المطر يتبرك بها، يقول هذا حديث عهد بربه، هذا الماء لم يمسه إنسان. انظروا إلى صفة المؤمن، له حالة من حالات التغزل والتعشق حتى بالموجودات الصامتة، فكيف إذا وصل الأمر بالموجودات الناطقة؟ أئمتنا عليهم السلام، النبي الأعظم في بعض مواقفه، هؤلاء كان يبدون عواطفهم رحمتهم لغير المسلمين، هذا موقف معروف في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن إذا وصل الأمر بالمؤمن ماذا سيحدث؟ المؤمن إذا رأى مؤمنا مميزا يعطيه كل وجوده. هذه خذها ذكرى إلى آخر العمر. إذا صادفت مؤمنا ملهوفا، لا أعني بالمؤمن عامة الناس، إذا صادفت مؤمنا وليا لله، أهل قيام الليل، إنسان لا تعرف منه معصية، لا يعلم منه إلا الخير، ورأيته ملهوفا بالغ في إكرامه، كما يقال في عرف القوم هذا هو الإكسير الأحمر. القلب الذي يحمل الحب الإلهي، هذا القلب الآن، صاحب هذا القلب متورط بدين بليغ. هذا الإنسان فيه مرض عضال لا يمكنه علاجه، لفقر مثلا فيه، لو أخذت بيد هذا الولي قضيت حاجته، أنت على ألف خير.
إذا وافقتها كذا إنسان وقضيت له حاجة، قل له يا فلان بالله عليك أدعو لي هذه الدعوة لا ترد. مرة ترى إنسانا وليا في الحرم الشريف تطلب منه الدعاء، هذا أمر، ولكن عندما تصبح صاحب حق عليه إذا دعا لك هذه الدعوة لا ترد، لأنك ماذا؟ صاحب حق عليه. في فترة من فترات عمري رب العالمين وفقني لخدمة هكذا إنسان، عالم من ذرية النبي وكان ملهوفا، كل الجهات مجتمعة، عالم رباني من ذرية النبي ووقع في شدة، هذا ينبغي النزاع في خدمته. لو تقاتل الناس على خدمة هكذا مورد لكان الأمر في محله. المهم رب العالمين وفقنا لخدمته، أو تعلم ماذا قال؟ قال هكذا في مناجاته مع ربه، سمعته يقول يا رب هذا خدمني، ولكن أريد أن تريه جزاء خدمته لي في الدنيا قبل الآخرة. يعني هذا خدمني، هذا الإنسان صار له حق علي، أرني جزاءك له في الدنيا قبل الآخرة. يعني وتعلم أنه السؤال ذل، قضاء حاجة الغير قد يوجد شيئا من الذل في الطرف. هذا الإنسان يقول يا رب أرني شيئا يرتفع هذا الذل عني. إذن إخواني، من موجبات قضاء الحاجة السريعة إظهار هذه الرحمة لخواص العباد. كلامنا في عباد الرحمن، هؤلاء ما هي صفاتهم؟ بعد هذه المقدمة ندخل تدريجيا في تفسيرها. أولا وعباد الرحمن، كن عبدا وانتهى الأمر. العبد عينه على أوامر المولى، من اعترف بالعبودية لله عز وجل لا يمن على الله عز وجل. هب أنك اليوم صمت في يوم شديد الحر، هب أنه يكاد يغمى عليك من الجوع والعطش، ثم ماذا؟ في عرف الناس هذا إنسان عظيم، ولكن هذا الصائم العبد يقول يا رب من أنا وما خطري؟ هذا الجسم أنت خلقته، شهر رمضان كتبت فيه الصيام، انتهى الأمر. أمرتني ألا أدخل طعاما في هذا الجوف، انتهى الأمر. الأمر أمرك والعبد عبدك، هذا البدن الفاني أنت خالقه، من أنا وما دوري؟ شاب يختلي مع أجمل امرأة على الأرض في خلوة تقول له هيت لك، يقوم من مقامه يطردها من المكان، يأتي الشباب يقولون أنت يوسف الثاني، يقول من أنا وما خطري؟ عين خلقها رب العالمين قال لا تنظر بها إلى هذا المورد، إذن أنا ما فخري ما عظمتي. المخمس، هب أن خمسه هذا العام عشرات الملايين، يخمس ماله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخاف الله عز وجل، دفع الخمس والزكاة وهو خائف. لما؟ يقول ربي لعلك لا تقبل الخمس مني، ما كسبته من حله. عينه على الكسب لا على التخميس، ولهذا يخاف من الله عز وجل، يعطي الخمس وهو باكي، لا ينظر إلى الفتاة وهو مضطرب. نعم يصوم في يوم شديد الحر ولا يرى فضلا في ذلك. هذه الحركات الثلاث من بركات أي شيء، هل كنتم معي أم لا؟
من بركات العبودية. من صار عبدا لو أهلك عمره في عبادة الله عز وجل لا يرى فضلا في نفسه. كلما قلت لك الشكر وجب علي أن أقول لك الشكر. إذن أخواني أعزائي، مقام العبودية من أجل المقامات ومن الأمور التي تسهل لك المجاهدات. خذها قاعدة، جملتان نثريتان: من أجل المقامات، وبهذا المقام تهون المجاهدات. الإنسان العبد لا يرى في حياته ثقلا في امتثال أوامر المولى، بل الله يمن عليكم. إذن وعباد الرحمن، أطلنا اليوم قليلا في هذا الوصف، عباد والرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انتهى الكلام، انتهى الوقت، نشرح هذه الجملة والبقية غدا إن شاء الله. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا لا أذكر باقي الآيات في عباد الرحمن إن شاء الله في الأيام القادمة على ما وعدناكم، ولكن بالله عليكم لو طبقت في حياتك هذه الآية، آية من عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم إلى آخره، دعنا عن ذلك اليوم، تعالوا نطبق هذه الآية. يمشون على الأرض هونا، قيل في الهون هنا، قيل في معنى الهون هنا أمران. نعم، التواضع واللين، التواضع واللين. الإنسان المتواضع كم هو مرتاح ومريح، الإنسان الذي لا كبر له، الإنسان الترابي، الإنسان الذي لا يرى في نفسه تميزا، يرى الخلق سواسية، يقول كل الناس خير مني، هذه لوازم التواضع. هذا الإنسان يصبح محبوب الملايين. اليوم صادفني أب في الحرم الشريف أو الأمس لا أدري، المهم قال: ولدي لا يحترمني، يحترم الناس جميعا إلا إياي. قلت: أيها المؤمن، العيب فيك، لماذا لا يحترمك؟ لعلك تقسو عليه. تأطأ من رأسه ومشى، ورأيت فيه علامات الموافقة. نعم، المتفرعن القاسي الغليظ، هذا الإنسان لا حبيب له، لا مطيع له. الذين حوله يستغلون وجوده. نعم، زوجته تحبه لتأخذ منه المال، وإلا المحبة الواقعية لا تأتي. يمشون على الأرض مطلقا، ما قال في بلاد المسلمين، ما قال في الحرم. بعض الناس في الحرم متواضع، ولكن في محل الكسب ليس هكذا. يمشون على الأرض هونا مطلقا في كل الأحوال، يمشي هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يدخل في نزاع مع الجاهلين. الذي في نزاع مع الجهلاء هذا الإنسان قلبه مشوش. قبل أيام في حرم سيد الشهداء تحدثنا في تشوش القلب. الإنسان الشهوي الغضبي إنسان مشوش، من شغلته شهوته، من شغله غضبه، هذا الإنسان يعيش التشوش دائما. التشوش في الصلاة، التشوش في الزيارة، التشوش في المنام. إنسان مضطرب، إما يفكر في شهوته أو يفكر في عدوه. من قضى على الشهوة والغضب انتهى أمره، هذا دخل في سلك عباد الرحمن. هنيئا لمن أدخله الباري في زمرة خواص عباده. إلهي بفاطمة وأبيها
وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. الكثيرون لهم حوائج ونحن بجوار باب الحوائج. من كان معي في هذا المجلس ومن معي الآن خارج المجلس، استحضروا حوائجكم. رب العالمين يرانا أينما كنا وهو معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 10 مرات. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.